ابتسام تسكت تشعل منصة التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها رفقة صديقها الجديد. إليكم التفاصيل. أشعلت الفنانة المغربية ابتسام تسكت مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشرها صور ومقاطع فيديو بحسابها الرسمي بموقع الانستغرام تظهر فيها رفقة فهد، وأرفقت خريجة ستار أكاديمي منشورها بتعليق جاء فيه: ترفع عن الجهلاء وصغار العقول، كيف جاكم صديقي الجديد؟ للإشارة أن العديد من الصفحات الكبرى خاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة تداولوا صور ومقاطع فيديو لابتسام تسكت رفقة الفهد، حيث رجح مجموعة من النشطاء أن تكون الأخيرة قامت بإشهار خلال تواجدها بدولة الإمارات العربية.